إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب سوق الحدلي لسيدنا فينا. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، من قلب سوق الحدلي والزمان نشوفوا معي العديد من الأشياء النادرة والمثيرة اللي كتباع داخل هذه الجوطية والصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، العديد من الملابس الأواني أحذية اللي كتباع داخل جوطية الزمان. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، هذه الأجواء المباشرة من قلب جوطية سوق الحد، فجولة داخل هذه الجوطية، شوفوا معي العديد من الأشياء النادرة والعجيبة اللي تتباع داخل هذه الجوطية والصورة أمامكم. حيث العديد من الملابس الأواني تقدر تلقاها بداخل هاد الجوطية، الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شو تي في، فلا زلتم تتابعون معي هذا النقل المباشر من قلب جوطية سوق الحد. شوفوا معي العديد من الأشياء المثيرة والنادرة اللي كتباع داخل هذا الجوطية، الصورة أمامكم غنية عن التعليق. كم ولادك؟ هذا خويا. شوفي إذا كانوا
إذا الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، فما بقى لي إلا نودعكم بعد ما كنت معكم في نقل مباشر من قلب جوطية سوق الحد لبن سليمان. شفتوا معايا العديد من الأشياء المثيرة والنادرة اللي كتباع بداخل هاد الجوطية بعد ما تبعتوا معايا هاد الجولة. دمتم في رعاية الله مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله. نهاركم مبروك ونهاية أسبوع موفقة للجميع. الحبابي الحبابي